إذا نبدأ على بركة الله. وأول شيء اللهم انصر إخواننا في فلسطين وغزة نصرا عزيزا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين. إذا نبدأ على بركة الله في فيديو جديد على قناة ينصت برو. هنا موقع فود جيم الذي نشتغل عليه منذ مدة، ثم تلاحظون أن هذا موقع فود جيم. نذهب إلى Participating Site من هنا فوق كما تلاحظون Participating Site، نجد هنا المواقع المشتركة في فود جيم في هذه اللعبة. هذه كلها مواقع ترافيك اكستشينج تحصل منها على زيارات لموقعك. لاحظوا أمام الخانة تجد ايديات، الايديات خاصة بحسابات الخاصة عبارة عن أرقام، هي الايديات. هذه الايديات مربوطة بحسابي في فود جيم. لماذا مربوطة بحسابي في فود جيم؟ لأنك عندما تقوم بتصفح هذه المواقع تحصل على هدايا. لاحظوا هنا how to play the food game، نضغط من فوق على الشيفت هات، ها هي فوق الشيفت هات how to play the food game، ها هي الشيفت هات فوق تظهر معك هذه الصفحة. هنا أهم شيء هو هذه الشيفت هات، ها هي هذه الشيفت هات تظهر معك على كل 25 صفحة تتصفحها داخل مواقع الترافيك. هذه الشيفت هات تظهر معك بعد كل once every 25 pages you have surfed، يعني بعد كل 25 صفحة تصفحتها تظهر معك هذه قبعة الشيف، تظهر معك تضغط عليها تحصل على هدية. ها هي كما تلاحظون هنا، كما تلاحظون مواقع الترافيك كلها واضحة أمامك. لاحظوا هذه الإضافة فوق، إضافة اسمها كامل. طبعا الإضافة تتيح لك تصفح المواقع في آن واحد، تنقل بين مواقع الترافيك، يعني تحصل على الترافيك من 5 أو 6 مواقع أو 7 مواقع في آن واحد. تجمع النقاط وتحولها لموقعك. لاحظ ها هي شيف هات ظهرت معي، أضغط عليها أضغط عليها ثم كما تلاحظ ها هي أعطتني معدة، أعطتني شريمب. كما تلاحظ ها هو شريمب has been added، نوع من الحوت من الأسماك. ثم هنا نتصفح الصفحة الموالية لنحصل على شيفات أخرى، قبعات شيف. كما تلاحظ ضغطت هنا على كامل تاب، كما تلاحظ كم تصفحت. تذهب إلى Default Setting من هنا، ثم هنا تقوم ب أوتو كليك جيمز، هاي تكون هنا لديك نون اوف ديم، تضغط عليها وتختار ذا فود جيم، هاي تختار فود جيم، هاي تختار ذا فود جيم. بعد ذلك لاحظوا هي أصبحت 1/5، وإذا أردت عمل سلكت لخمس مواقع. الآن لا تحتاج للضغط على تلك الشيفات، تنضغط أوتوماتيكيا عند وصولك ل 25 صفحة، يتم الضغط عليها اوتوماتيكيا، فقط تتصفح، فقط تتصفح، يعني لا تحتاج الى الضغط عليها. لاحظ هو انا اضغط على الفراولة، لاحظ ساتوجه الموقع، انبثقت معنا فود جيم. لاحظ اوتوماتيكيا انبثقت معنا النافذة، قسم الضغط عليها اوتوماتيكيا. لماذا؟ لان فعلتها من كامل تاب. تلك الاضافة تسهل عليك التصفح في كل موقع. عند اختيارك للضغط على الفود جيم اوتوماتيكيا باختيارك فود جيم، فعلى كل 25 صفحة يتم الضغط اوتوماتيكيا على تلك الشفحات. فهمت اخي الكريم؟ تلك الاضافة كاملة بها اعادة تقوم باضافتها. لاحظ ها يتم الضغط عليها اوتوماتيكيا، لم اضغط عليها انا، تم الضغط عليها اوتوماتيكيا من الاضافة. تلك الاضافة اسمها اسمها كاملة، شرحتها مرارا وتكرارا. لاحظوا هنا ما حصلت عليه. ثم نستمر هنا في التصفح هكذا موقع تبع آخر إلى أن نصل إلى الصفحة 25 مرات أخرى، وتظهر معك الشيفات. ولكن المرة هذه المرة ستنضغط أوتوماتيكيا. لماذا؟ لماذا ستنضغط أوتوماتيكيا؟ لأن الإضافة اسمها كامل تاب، قمت ببرمجتها على الضغط على الشيفات أوتوماتيكيا، قمت ببرمجتها من تلك الإضافات. اوتو كليك جيمز، لاحظوا هنا سيرف باش، تضغط عليها
يا روينر. ها هي مرة أخرى، ظهرت معنا سيرف باش، نضغط عليها ثم نستمر. فقط لدي الانترنت ضعيفة، لهذا تلاحظون الثقل في التصفح. لو كانت هناك الانترنت جيدة لما كان هذا الثقل في الضغط. ثم نستمر في الضغط على السيرف باش هكذا، نستمر في الضغط على الإعلانات واحدة تلو الأخرى، نستمر هكذا بهذه الطريقة بالضغط على الإعلانات واحدة تلو الأخرى هكذا كما تلاحظ. نضغط على القلادة الأزرق ثم نتحول الموقع الموالي، ثم الموقع الموالي هكذا، ثم الموقع الموالي، وهكذا نستمر بالتصفح بهذه الطريقة. ها هي السيرف باش، نضغط عليها، نضغط على هذا الإعلان، ثم نستمر في التصفح هكذا، ثم هكذا صفحة تلو الأخرى، الصفحة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، ثم يعمل روتيشن. لماذا؟ لأن تلك الإضافة فوق في الجانب فوق اسمها كامل تابس، كامل تابس تلك الإضافة تتحول بين بين النوافذ تابس كما تلاحظ. إذا كما قلنا لكم، ها هي تحولت الآن إلى موقع فود جيم. نذهب إلى كوكين ثم ماي كيتشن. بعد جمع لي كل تلك الانجريدينتس، البطاطس والطماطم وإلى ذلك، يعني نبدأ في الطهي الآن. أضغط على كوكين ثم ماي كيتشن، كوكين ثم ماي كيتشن. لاحظوا معي هنا الوصفات، لدي العديد من الوصفات التي يمكنني طهيها كما تلاحظ. لدي العديد من الوصفات، أمامها علامة بريبير، بريبير بالأصفر وبريبير بالأخضر كما تلاحظ. وهناك الوصفات التي أمامها رير، يعني رير يعني قليلة، يعني منعدمة، يمكنك طهيها والحصول على نقاط أكثر. وكومون يعني متوفرة للجميع كما تلاحظ. هذه هي الوصفات أمامك. نطهو واحدة، نضغط على بريبير بالأصفر. لاحظ معي، تحصلت على النقاط 36 نقطة. ها هي يرديش كورد بونز 36 نقطة. باك تو كيتشن، نضغط على باك تو كيتشن، ثم يعود بي لي المطبخ، يعود بي للكيتشن، ثم هنا يمكنك تصفح هذه المواقع. لاحظ هذه النوافذ، ها هي حصلت على البطاطا الحوت، ثم حصلت على الجولد هنا، يعني هذه كلها الفود جيم او الشيمات التي تحصلت عليها. ضغطت عليها، لاحظ معي، ضغطت على ليمون، ثلاثة جولد، تشيز او الجبن، حصلت على 10 جولد. يعني تلك الانجريدينتس يمكنك العمل بها وصفات وربح النقاط، وتلك النقاط تحويلها لترافيك لموقعك. كوكين فوشر 36 جولد، هذا الجولد لإشارة، هذا الجولد يمكنك شراء به عضويات مدفوعة. عدنا الآن إلى فود جيم كما تلاحظ، هنا الكيتشن، يمكنك عمل بريبير لوصفات أخرى. أذهب إلى بارتنر شوب فوق، بارتنر شوب. إذن هذه هي صفحة بارتنر شوب، لدي 68,000 جولد كما تلاحظ، 674. هذه صفحة البارتنر شوب. لاحظ هنا لدينا مواقع ترافيك، يمكنك تحويل العضوية لمدفوعة وبالتالي كسب ترافيك كثير منها. لاحظ التي أمامها علامة باي، يمكنك شراء فيها عضوية مدفوعة. لاحظ معي، عيد معي هنا، يمكنك شراء عضوية مدفوعة في هذه المواقع كلها كما تلاحظ. سبميت ارت فور فري، بلان جي اوف ايتس فور يو، لديك كواليتي ادفرتايزين، فايكنج هيتس، تي اي سوسايتي، سبميت ارت فور فري، هنجري فور ايتس. لأن كل هذه المواقع بها الترافيك كما تلاحظ مجاني، ولأن الجولد التي لدي هنا تعادل 69,000 جولد، يعني بعد 69,000 لن تجد علامة باي بالأزرق. لاحظ 67,500 باي في الأخير
لكن فوق 67,000 لن تجد عالم طبايب الأخطر، لأن الجولد المتوفر لديه هو 68,674 جولد. وكما تلاحظون كل عضوية ولديها عدد من الجولد. ثم نعود لصفحة الهوم، الصفحة الرئيسية في فود جيم. ثم هنا لدينا الاكسبيرينس وكل شيء لدي داخل الموقع. نورمال كوكين كاس، من هنا تربح الوصفات. لاحظ معي لدي 408، سأفتح 408 وصفات. كنترول زائد كليك على اضغط على يوز، تفتح معي هذه الصفحة. بعد اضغط على يوز تفتح هذه الصفحة كوكين كلاس. كليك the image below to attend normal cooking class. You will use an NCC ticket and learn a new recipe. تضغط على زر كنترول ثم تضغط على هذه الصورة. انفتحت النافذة الأولى، لاحظ فوق. كنترول ثم كليك الثانية. كنترول ثم كليك بالزر اليسار الفأرة. كنترول ثم كليك بالماوس. كنترول ثم كليك بالماوس. سأضغط 8 مرات، سأفتح 8 وصفات. اضغط على الصورة 8 مرات. اضغط على كنترول في كلافي أو في كيبورد ثم تقطع. سأفتح على 8، سأكتوي 8 وصفات جديدة. ثم هنا هذه الوصفة الأولى ميت لوف ليفل 2 رير، يعني قليلة. هذه وصفة أخرى غريك سالاد، سالاد اليونانية كومود، يعني متواجدة. بي سوب ودعم ليفل 1 كومود. ثم هنا سينامون رولز ليفل 2 رير، هذه الوصفة غير موجودة كثيرا. كوكين كلاس سكوتش إكس ليفل 2 كومون، هاتي وصفة أخرى. يوركشاير بودين ليفل 1 كومون، يعني هذه الوصفات كومون، يعني متوفرة للجميع. الجميع يمكن تهيئة داخل الموقع. هكيداشي توفو ليفل 1 كومون جابانيز، يعني اليابانية. نغلق هاتي ونغلق هاتي. تورتيا إسبانيولا يوركشاير بودين، ثم سكوتش إيج، سينامون رولز، ثم نغلق بيسوب هيا، ثم نغلق هذه الصفحة، ثم ميتلوف نغلق هيا. اكتفيت فقط بهذه الثمانية. اضغط على كوكين ثم ماي كيتشن، لنلاحظ ان انضافت معنا وجبات اخرى لا يمكننا تهيئها. هذا هو دور نورمال كوكين كلاس. نفتحها في نوافذ جديدة بالضغط عليها وكنترول ثم كليك. وصفة جديدة يمكننا تهيئها. اي نورمال كوكين كلاس ربحتها، قم بفتحها بهذه الطريقة. اضغط على الهوم لتكتسب وصفات جديدة. اضغط على الهوم، لاحظ معي اصبحت لدي 400 نورمال كوكين كلاس. الفريج، لاحظ كم لدي من الخضار والفواكه، 1732 في الثلاجة في الايس بوكس فريج. لاحظ معي هنا هاته الاشياء اللي ربحتها. من هنا تربح نورمال كوكين كلاس، من هنا تربح نورمال كوكين كلاس. كذا كما تلاحظ نضغطنا على غلق نغلق هذه النافذة، ثم نغلق هذه الأشياء ونستمر في التصفح. وموقع جيب الآخر، موقع الأول والثاني والثالث، إلى أن نصل للصفحة 25 لنحصل على هدايا أخرى. إذا نستمر في التصفح هكذا ونحصل على هدايا أخرى. تقريبا هذا كل شيء. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل شيء. تحياتي لكم، إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.